للتنمية هنا أكثر من قصة نجاح وأكثر من صورة تزدحم بها صفحات تاريخ منطقة القصيم. هنا على هذه الصفحة تبدو ذاكرة مدينة بريدة تحدث الحاضر عن كثير من مقومات نهضتها، حيث كانت من أكثر مدن القصيم وأسرعها تأثراً بالمتغيرات الحضارية. لما تتميز به هذه المدينة من نسبة نمو عالية، فمن أسوارها القديمة وبيوت الحجر والطين شكلت واحداً من أقوى مراكز الجذب السكاني الحديث. ومنذ بزوغ فجر توحيد هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ومنطقة القصيم عامة ومنها مدينة بريدة محل اهتمام القيادة الحكيمة، حيث شهدت نهضة حضارية شاملة، وفي مقدمتها الاهتمام بالخدمات الصحية والتي أنهت بها القصيم زمناً من الممارسات الطبية البدائية، ودخلت بها عهداً جديداً من الطب الحديث. ولأهمية منطقة القصيم الحضارية وكثافتها السكانية، عرفت مدينة بريدة مستشفاها منذ أكثر من 70 عاماً، حين أمر جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله ببناء مستشفى عاماً ببريدة يخدمها ومحيطها الجغرافي كأول صرح طبي حديث بالمنطقة. وبدأ العمل بإنشائه عام 1346 هجرية على رابية بارزة شرق بريدة، محققاً بذلك أمل أبنائها في توفر الخدمة الصحية الحديثة. وفي سنة الهدام التي اجتاحت فيها السيول مدينة بريدة وهدمت العديد من منازلها، احتوى هذا المستشفى الكثير من الأسر لأكثر من 40 يوماً، وكان حينها ما زال في طور الإنشاء ولم يكتمل بناؤه بعد. وحول هذا المستشفى نصبت المخيمات للأسر المتضررة من الغرق. ولما حل عام 1376 أراد الله أن تسقط أمطار متتالية يسمونها الناس الديب، متتالية ليل نهار، استمرت أكثر من 2 شهر، فالبيوت كانت كلها من الطين فتأثرت تأثرا كبيرا وتساقط كثير منها. من لطف الله سبحانه وتعالى أن المستشفى بقسميه الشمالي والجنوبي قد انتهى من كل شيء ما عدا أشياء بسيطة، تركيب الأبواب والنوافذ، فالتجأ السكان وغالبيتهم إلى المستشفى سكنوا فيه. وكان كذلك المعهد العلمي قد انتهى من البناء العظم، فكان المستشفى بداية خير. أن أظلهم فترة حتى أراد الله ورفع الأمطار وزالت الأخطار، كنا بالليل كل ليل نسمع تساقط البيوت، لكن الخسائر البشرية والحمد لله قليلة جدا. فصار المستشفى بأقسامه موئلا أظلهم وكفاهم من البحث عن مساكن أخرى. فجزى الله خير الدولة على مبادرتها بمشاريعها العلمية والصحية والاجتماعية وغيرها. هذا المستشفى العريق الآن أتم 76 سنة من بداية تشغيله، ولا نزال نرجونه إن شاء الله مزيد من تقديم الخدمة. فجزى الله خيرا كل من أسهم في جهد أو مقال أو تعقيب أو فعل طيب. ونتيجة للتطور السريع لهذه المنطقة، فقد مر هذا الصرح الطبي القديم بالعديد من محطات التطوير الفنية والإدارية، وخدم بريدة وأهاليها طبياً. وعندما تجاوزت الحاجة حجم خدماته، طالبت المديرية العامة للشؤون الصحية بإحلال مبنى آخر بدلاً عن القديم، إيماناً منها بأهمية مواكبة الخدمات الصحية مع مستوى طموحات ولاة الأمر حفظهم الله. فتم اعتماد إنشاء البرج الطبي الحلم بواقع 400 سرير، وولد مستشفى بريدة المركزي الحديث بتكلفة تجاوزت 381 مليون ريال، إضافة لمشروعات تكميلية بمبلغ 92 مليون ريال.
يستقبل زائره بقسم الإسعاف والطوارئ أحد الأقسام العلاجية الهامة والخط الأول للخدمة الطبية المقدمة للحالات الحرجة والإسعافية، تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 2000 متر مربع بسعة 45 سريرة. زود بأحدث الأجهزة الطبية وأجهزة مراقبة المرضى والتنفس الصناعي والتمديدات اللازمة لذلك، والغرف الخاصة بالإصابات والكسور، وغرفة عزل المرضى لمن هم بحاجة طبية للعزل. ويمتد قسم العيادات الخارجية على مساحة 5000 متر مربع، ويشمل 55 عيادة لمختلف التخصصات للجنسين، يتم تجهيزها بأحدث التجهيزات والإمكانات المتطورة حسب احتياجات كل عيادة، ورعي تطوير انتظار المرضى تقنياً بوحدات الانتظار الإلكتروني عن طريق اللوحات الإلكترونية. قسم الأشعة بالمستشفى تم تصميمه وتجهيزه ليسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال خدمات الأشعة، مواكباً في ذلك أقسام المستشفى الأخرى عبر أجهزة رقمية مزودة بنظام الباكس للحفظ والاتصال والربط عن طريق الشبكة العنكبوتية، شاملاً الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والطب النووي وأشعة التنظير بالصبغات وأشعة كثافة العظام وبقية الخدمات الإشعاعية الأخرى. وزود المختبر وبنك الدم بأحدث الأجهزة المخبرية لعمل الفحوصات على اختلاف أنواعها على أيدي أخصائيين وفنيين متميزين. ويضم قسم الرعاية الصيدلية العديد من وحدات التعبئة والتركيبات الصيدلانية والمواد الخاضعة للرقابة وغيرها. أما قسم العلاج الطبيعي فيحتل مساحة تقارب 1500 متر مربع، وبه أقسام العلاج الكهربائي والعلاج الحراري وقسم للعلاج المائي، مزود بتجهيزات حديثة لخدمة المرضى على مختلف احتياجاتهم رجالاً ونساء، مراعين وضع القسم في الدور الأرضي تسهيلاً لحركتهم. وحدة العناية المركزة جهزت بأحدث الأجهزة الطبية الحساسة التي تعنى بالتنفس الصناعي ومراقبة المريض، وتحتوي هذه الوحدة على 25 سريراً لجميع المهام الطبية، وجميع العاملين في وحدة العناية المركزة يحملون مؤهلات عالية وخبرات جيدة، ويعملون على مدار 24 ساعة. وجهز قسم العمليات والتخدير بأحدث النظم الرقمية، وغرفة إفاقة وأخرى للعزل ومنطقة فرز، وغرف خاصة للعمليات المختلفة كالعيون والعظام. ويتراوح عدد العمليات اليومية بين 20 و25 عملية جراحية في مختلف التخصصات. ويتكون قسم التعقيم من 3 مناطق، ومزود بأحدث أنواع الأجهزة، متضمناً غرفاً للضغط السلبي وأخرى للضغط الإيجابي، ويعمل القسم على مدار الساعة. ووحدة الغسيل الكلوي تشرف عليها إحدى أكبر الشركات الطبية المتخصصة بالمملكة في هذا المجال، وتستخدم أحدث أجهزة الغسيل الكلوي المتطورة، تتحمل إلى ما يقارب 160 مريض غسيل كلوي،
و25 مريض غسيل بريتوني، بالإضافة إلى طاقم متميز في جميع التخصصات. وتحتل المغسلة مساحة تقارب 500 متر مربع، ويعمل بها عدد من مكائن الغسيل العالية الجودة وأجهزة التجفيف والفرد والكي. وفي مبنى الخدمات تتوفر خزانات مياه التحلية والتغذية والأكسجين والوقود والغاز ومكائن التكييف والصرف الصحي، والمسطحات الخضراء المحيطة بالسور والحدائق وغرف الحراسة. ويمتد اهتمام القيادة حفظها الله بفئة المرضى النفسيين في منطقة القصيم، فتحقق حلمهم بمنشأة متخصصة ليأتي مشروع مستشفى الصحة النفسية ومعالجة الإدمان بالقصيم. وبعد أن كان مقره مستأجراً تم الرفع به للجهات المختصة، واعتمد إنشاؤه بسعة 200 سرير وبتكلفة إجمالية تجاوزت 147 مليون ريال. يتكون هذا المستشفى من 21 مبنى توزعت على مساحة كبيرة، روعي فيها خصوصية المستشفى ومرضاه المحتاجين لعناية واهتمام أكبر علاجاً وتوعية وتثقيفاً وترفيها، أهمها المباني العلاجية، ويحتوي كل مبنى منها على 25 سريرة. وفي كل مبنى من هذه المجموعة عيادات متخصصة ومسجد وصالة طعام وصالة ترفيه. وهنا مبنى العلاج بالعمل، ويتكون هذا المبنى من غرف علاج المرضى من الجنسين الرجال والنساء، من خلال تعليمهم بعض الأعمال الخفيفة كالرسم والخياطة وغيرها. أما قسم الطوارئ فقد أنشئ وفق المعايير العالمية، ويضم قسمان للرجال والنساء وغرف عزل للعناية المركزة، ودعم بخبرات تمريضية وطبية تناسب واقع الحال. وقسم النقاء يتكون من قسمين للرجال والنساء، يستقبل المرضى المحولين من قسم التنويم لإعادة تأهيلهم لمغادرة المستشفى وممارسة حياتهم الطبيعية بعد تدريبهم لإعادتهم كعناصر فاعلة وناجحة في المجتمع، إضافة إلى مباني خدمية تتكون من الاستقبال وغرفة التحكم المركزية، قاعة محاضرات حديثة تعتمد على تقنيات الديجيتال والدعم التقني تتسع ل244 شخصا. وقسم الصيدلية المركزية بالمشفى تم الاهتمام به، مراعين فيه أهمية العلاج المقدم وخصوصيته، وعيادات المرضى والأسنان والطب الباطني والأشعة والسجلات الطبية والمختبر المركزي وصالة الألعاب والمسبح والمغسلة وثلاجة الموتى. ويحتوي المبنى الإداري على الإدارات الإشرافية وسكن الممرضات والمستودع المركزي ومحطتين لتحلية المياه تنتج 200 متر مكعب من المياه المحلات يوميا، بالإضافة لمحطة معالجة الصرف الصحي وثلاث محطات للكهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 10 ميجا فولت، وأربع وحدات للتكييف المركزي، وأنظمة إنذار وإطفاء الحريق، ونظام تحكم ومراقبة بالكاميرات الرقمية، ونظام التكييف المركزي، ونظام زراعي يعمل آلياً للمسطحات الخضراء. مستشفى الصحة النفسية ومعالجة الإدمان بالقصيم كان إضافة متميزة لمنظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، جهود كبيرة وفرق عمل منظمة أسهمت في إنهاء هذه المشروعات بنجاح، مدعومة بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله،
ودعم استراتيجي من مقام وزارة الصحة التي ترسم خطواتها في مظلة خادم الحرمين حفظه الله ورعاه، وبإشراف مباشر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، وفرق عمل صحية وهندسية وطبية تعمل عملاً دؤوباً للوصول إلى جودة أعلى وخدمة مميزة. واليوم هذه القصيم تختال بتاج الصحة، تحقق أحلامها وتزدهي بمعالمها الطبية الحديثة في عهد سلمان الخير خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.